واحنا اعتنقنا مبدئين او استراتيجيتين مهمتين جدا في الموضوع دوت. احنا مزجنا بين الحلول المتوازية والمتكاملة والمتداخلة. ده كانت احد العناصر او احد الاستراتيجيات اللي احنا كدولة حرصنا على ان احنا نتعامل بيها، عشان لما نتعامل مع موضوع يكون له تأثير على كثير من الموضوعات الاخرى. دي اول مبدأ. المبدأ الثاني هو الحفاظ على الاهداف. الحفاظ على الاهداف يعني مهما كانت العقبات اللي بتقابلنا والازمات اللي بتقابلنا، لا احنا كنا حريصين على ان احنا الاهداف اللي كانت موضوعه من جانب الحكومه والدوله في تخطيطها انها تتحرك وتتعامل معها. هبدا بحاجه بسيطه جدا زي موضوع الفيروس سي اللي تحدثتم عنه وقوائم الانتظار على كمثال في مجال الصحه. يعني احنا بنتكلم عليها دلوقتي كتاريخ، يعني مسألة تجاوزناها، رغم ان هي في الوقت اللي احنا قبل ما نتحرك لمواجهتها كانت من اكبر الازمات اللي بتقابلنا على المستوى الصحي في مصر. مش بس التأثير الصحي، ده ايضا التأثير النفسي اللي كان بينجو معنا. لكن احنا مجرد ما لقينا ان في فرصة لعلاج لهذا الفيروس اللي احنا كنا بنبحث خلال سنوات طويلة جدا قبل اكتشاف هذا العلاج، اتحركنا، الدولة اتحركت واستفادت من العلاج اللي توفر في الوقت دوت، وعملت يعني حملة قومية، عملت مسح كامل للدولة المصرية عشان تشوف المستوى الصحي بصفة عامة. احنا عملنا مسح للسمنة، لأمراض الضغط والسكر، بمناسبة ان احنا بنعالج الفيروس سي.